سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي اليوم ان شاء الله غندير واحد الرغيفات في الفران، وكنت غنشاركهم مع البنات. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا جوج بصلات، واحد فلفل خضراء، واحدة حمراء. عندكم الحمراء ديروهم، ما عندكمش ديروا جوج خضرات ولا جوج حمرات، المهم اللي بغيتوا. عندكم الصفرة حتى هي ديروها. كما شفتوا انايا فهاديك الطحانه ديال الضو قطعت فيها الربيع. دابا غنبدا معكم ان شاء الله الرغيفات. غنقطع واحد جوج بصيلات، غنقطعهم غلاضين، غنهشيهم غير واحد شويه، ماشي بزاف، ماشي حتى يطحنوا. المهم ها هي، انتم غتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش داير، كيجيو غزالين. هذا الرغايف تقدروا ديريهم للعشاء، تقدروا المهم كاسكروط دغيا كيوجدوا، والصراحه كيجيو زوينين. المهم مره كيخصنا نبدلو هكا الماكله ديالنا. صافي انا غادي نهشيهم كاملين وغادي نرجع معاكم. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا، غناخذ واحد شويه ديال الشحمه. هانتوما راه هذه ديال الكلوه، ضروري تكون الشحمه ديال الكلوه باش كتذوب، ما كتبقاش باينه، وكتعطي واحد المذاق. سبحان الله المذاق اللي فيها ماشي بحال الشحمه العاديه اللي كتكون في اللحم ديال الحول اللاصقه ولا شي حاجه. المهم هاد الشحمه ديال الكلوه راه كتجي بنينه، هي زعما اللي كيديروا بها الناس رغايف هكا. واحد غادي ندير واحد نص معلقه كبيره تقريبا ديال الملحه. المهم الملحه كتبقى على حسب الذوق، غديروا الملحه وفي الاخر غادي غتذوقوا. هنا غندير واحد شويه ديال الزيت. صافي دابا غنديها نحطها تشحر. غناخذ واحد الزلافه ونص ديال الفورص، هانتوما كما كتشوفوا معايا. غادي ندير واحد نص خميره ديال الحلوه، غندير فيها غير خميره ديال الحلوه ضروري باش كتجي العجينه طريه زوينه. غندير هنايا واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه. المهم الملحه دائما راه كتبقى البنات على حسب الذوق. غادي ندير هنايا الزيت النباتيه العاديه، غندير واحد ثلاثه ديال المعالق كبار باش كتجينا العجينه طريه وكتجي مقرمشه، ما كتجيش العجينه لاويه ولا شي حاجه. صافي وغندير هنا واحد معلقه صغيره ديال الخل تقريبا، انتما كما شفتوا معايا. غير الطريقه ديال العجينه ديالها راه المهم هنا شويه ديال الموطاد. قلت لكم الطريقه ديال العجينه ديالها راه ماشي عاديه، انتما غتشوفوا معايا. غنعجنها جاري، نخدمها مزيان، عاد غنزيد سبيسيال. باقا غادي نزيد سبيسيال. صافي غادي نخلطوا هادشي، هذا هاد النواشف هادو غنخلطوهم. هنايا راني زدت واحد جوج معلقات صغار ديال سنيده. المهم انا كنقول لكم مقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا انا غنعجنها بالماء بارد، راه ما دافي ما حتى شي حاجه، كنعجنها غير بالماء بارد، وخا البرد كنعجنها غير بالماء بارد. هنا رانا عبرت الماء في الاخر، عطاني حيت انا ما كنعبرش، عبرت باش الناس اللي كيبغوا العبار كيبغوا ياخذوا العبار مضبوط. هنايا خدا ليا واحد جوج كيسان ونص ديال العنبه، صافي لا غير. المهم هانتوما كما كتشوفوا العجينه خصها تكون طريه بحال هكا باش نخدمها مزيان. هذه هي الطريقه ديالي انا في العجينه ديال الرغايف، راه كتجي مقرمشه وزوينه، هي فيها شي شويه ديال الخدمه ولكن ماشي مشكل. صافي غنخدمها هكا، كنضربها مع الرخامه وكنخدمها وهي طريه. وغادي نخليها واحد 5 دقائق تقريبا ترتاح، وعاد غنزيد ليها سبيسيال.
سبيسيال تقريبا واحد واحد ربع زلافة، ربع زلافة تقريبا اللي درت. المهم ما تفوتوش نص زلافة، ما تفوتوهاش ديال سبيسيال، غديروا نص زلافة تحطوها وحداكم، بقاو تزيدوا شوية بشوية. المهم عجينة ديال الرغيف راه كتعرفوها ما كتكونش قاصحة وما كتكونش ما كتكونش مرخوفة في نفس الوقت. صافي غندلك هذا دابا مزيان وعاد غندير لها سبيسيال. المهم راه الطريقة نتوما غتشوفوا معايا، هذه هي الطريقة ديالي. نتمنى تعجبكم، نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي ديال الرغيفات في الفران، وصافي راه بزاف كاينين بزاف ديال الطرق الصراحه، وبزاف ديال الحشوات. هاد الحشوه عاديه زعما، ماشي شي حاجه اللي ما فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه، يعني كلشي غيكون عندنا في الدار، ما غنسخرو ما والو من الزنقه. صافي دابا خليتها ترتاح بروبوزات واحد شويه، وعاد غناخذ هانتوما كما كتشوفوا نص زلافه ديال سبيسيال. صافي غنبقى ندخل وانا كنعجنها باش كتجيني العجينه كتجيني مرمله، ما كتجينيش ملسه بزاف. صافي كما شفتوا دابا راه تشحرات ليا ديك البصيله والفلفله ديالي. دابا غنزيد ندير التحميره، هانتوما شفتوا معايا التحميره والكمون. صافي هادشي اللي فيها، وحتى الاخر غنزيد ملي تشحر هادشي عاوتاني هاد القامه تدخل في هاد البصله، وهادي غادي نزيد واحد شويه ديال الهريسه اختياريه الا بغيتو ديروها. صافي وغنزيد واحد شويه ديال الربيع مقطع. صافي وتوقف، راه ما خصهاش تجي، انتما غتشوفوا ماشي مزيته ما والو، الليدام ديالها هو هذاك يجي حدو في قدو، باش ديك البصله ملي كتشحر كتعطي واحد المذاق زوين بحال كنقولوا كتعسل. صافي وغندوز معكم نعمرهم ان شاء الله.
المهم البنات كيمشوا، انا دهنت الطاوه بالزيت لتحت ضروري، وعاد حطيت المسمنات ديالي، خديت واحد الصفر بيضه وغندير فيه واحد القطيره ديال الخل باش يحيد منه ديك الزفوريه ديالو. غادي نخلطه، انا غناخد معلقه ديال البلاستيك وما كنديرش الشيته باش ما، حيت عندي غير صفر بيضه وحده باش ما يلصقش ليا غير في الشيته، يعني الا درت في الشيته خاصني واحد جوج صفر ديال البيض. المهم هاد لاستيس كنديرها ونشاركها معاكم، غير بديك المعلقه كندير واحد شويه في كل وحده وكندوز بها، راه كيجيو زوينين. صافي غنر شويه ديال البوافو الى عندكم، صافي وغادي ندخلهم يطيبوا. صافي الحاجه اللي نبغي نقول لكم هو هاد الطاوه خصك ديري فيها شويه ديال الزيت، هانتوما غتشوفوا معايا غادي نخوف فيها شويه الزيت، وراه وسط الطياب رانا كنقلبهم، يعني خصكم تقلبوهم باش كيجيو مقرملين زوينين، هذا هو السر ديال الطياب، راه حتى الطياب تا هو تيلعب دور ضروري انا تنقلبهم هنا وهنا باش يجيو مقرملين. والمهم حتى معاهم ما تكونش درجه الحراره ديال الفران تكون مجهده، انا راه بحال شي وحدين تشوطوا ليا شي شويه، سهيت عليهم الصراحه. صافي وبالصحه والراحه، ونتمنى الفيديو يعجبكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش من الجيم. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هذوك حكيت عليهم شويه ديال الفرماج الفوق، والاخرين خشيت فيهم زيتونه كحله الوسط، وهذوك الثلاثه راه تحرقوا لي شي شويه. المهم ما تنساهمش في الفران، انا نسيتهم.